بهدلتي من بعدك يا حان. كفايه بقى يا ست زبيده، انت مش شايفه عينيكي بقى شكلهم ايه؟ مش قادره يا ام ابراهيم. انا عارفه كل حاجه، بس احنا بايدنا ايه؟ على راي المثل، اموات بتشيع اموات. ايوه يا اختي، ايوه. امال بتولي فين؟ بقاله 3-4 ساعات رجليه ما طولتش تحتيه، وياما حط من عينيه. ايوه، هي روحه كانت في الحج. ده اللي كان يشوفه في الدفنه يقول ده كان لازم ابنه، انما قرايبه دول اللي ما في واحد منهم فرط من عينيه دمعه. انا ماليش اخوات، متولي ده بقى زي اخويا بالظبط، شايل هم بجد. ست زبيدة عاملة ايه؟ هديها بكلمتين يا سيدي متولي، دي ما بتبطلش عياط، انا خايفة قوي على عينيها. لا حول ولا قوة الا بالله،